باريس العاصمة الفرنسية ملتقى عمالقة الفن، وفي هذه الأمسية السحرية المليئة بالأفراح ومن شونزيليزي أجمل شارع في العالم بسحره وجماليته، يتم لقاؤنا بأحد الفنانة المغاربة المقيمين بالديار الفرنسية، فنان كبير بعطائه الفني وجمالية عزفه على آلة الكمال أو الكمانجة وبحسن أخلاقه وروحه الوطنية، الفنان أوركستر عبد الحق المنصور. باقي اليوم كنبكي مرة قلبي مجروح صاحبي، قلبي مجروح صاحبي، لا تسول علاش، الحب الاول قتلني وما بغى يبرى، الحب الاول قتلني وما بغى يبرى، والحبيبة بقات بلاصتها ما نساهاش ما نساهاش، باقين اليوم كنبكي مرة وقلبي مجروح صاحبي لا تسول علاش، حب الوال قتلني ما بغى يبرى، والحبيبة بقات بلاصتها وما ننساها،
وكيف الماء كيف أساب سبابي قلبي طاح عمايا حسرام قبل ما نعشق كان عليا لازم نعرام بحلي قلبي على ما باقيش خانت نقاو